ولا في شيء. ولا ابو حاج يا محمود من جد القلدي. كيف الاخبار داخل؟ ايش؟ تعالوا وصلوا معنا شهيد. وصلوا للمدينه. كده. طلع عبد من جد القلدي شهيد. تمام. اكيد. في المدينه يا دكتور. اي عبد الملك. من جد. عارف الطريق. يقولون بالمركز ولا واصل ولا نجاح كثير شيء الناس هناك والله اللي ندري لأن المواقع حسب المركز أقل حسب بيت مركز بالجنب هذا في الغرفة الخالية في الروم اللي كانوا مواقع الدحين وهذا قصة لا 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 الباب هذا نقول لك الباب هذا دخل ذا كسر شو السلم شو السلم كسر هذا السلم هذا هنا نقول لك الآن بدل ما كنا ندخل من الباب هذا هنا قرر هزوله هذا راح الزجاج ولا غير تفاصيل تزعل شمتو لا 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 شمتو شمتو فنحن أساسا الآن عندما عدنا إلى الجامعة وجدناها أنها طبعا كانت هي ممنوعة الدخول إليها هي موجود الحصار من قبل الحوثيين والموالين لهم فلم كيف يمكن حوالي أكثر من سنة لم نتمكن من دخول الجامعة ولا معرفة أوضاعها وأي حالتها الطبيعية في المباني والأقسام والمعامل والورش وكل الوسائل التعليمية اللي تستخدم في العملية التعليمية والآن عندما استقرت نوعا ما الأمور فحاولنا العودة لمعرفة ما هو الإمكانيات أو ما هي الإمكانيات المتبقية بسبب الأحداث السابقة وجدنا أنه المباني تقريبا كلها بما فيها المكتبة المركزية الآن اللي نحن في أحد قاعاتها ومعمل كان معمل الإعلام والتكنولوجيا وجدنا أنه عبارة عن بقايا مخربة ليس لها حياة وليس لها اتمام أي وضع طبيعي ممكن استخدامه وإعادة استخدامه كما كان سابقا وهذا معناه أنه نحن بحاجة إلى بناء من جديد للجامعة بشكل عام في بعض المباني طبعا تدمرت نوعا ما أو جزئيا وبعض المباني ما زالت سليمة من حيث الهيكل العام لكن من حيث المكونات الأساسية والقطع المتحركة زي النوافذ والأبواب وبقية الآثاث الموجودة الداخلية تقريبا مدمرة كاملة
هدوا المدرسة هذه بالكامل من شان يكونوا يتسربوا من المجلس تحمل الزمن مزروا المدرسة كامل شوفوا عمال لا يتسربوا كويس Thank you.
سريع. الله الله. أنا إيش تقصد بقاعدة البيانات؟ قاعدة البيانات حق الطلبة كامل. حق الجامعة بالكامل. الجامعة بالكامل هو بس. أساساً تبني هذا اسمه الطلاب. هذه القاعدة. الحاسب اسمه. تعتبر كمان من 23 مطلع تعتبر قليلة. هذه تقول لي طلقة حق 23 اللي حرقة كذا. طبعا انا اديب محفوظ قاسم احمد الهاتمي، طالب في كليه العلوم التطبيقيه كيمياء صناعيه مستوى اول. نحن الان في قاعه 22 مايو في جامعه تعز، وتشاهدون الان كيف اصبحت القاعه، حيث ان هذه القاعه كانت قبل ما تدخلها ميليشيات الحوثي والمخلوع، كانت قاعه مهمه في جامعه تعز، كانت قاعه للمؤتمرات، قاعه للمحاضرات، قاعه لمشاريع التخرج للطلبه الخريجين هنا. كانت قاعة هامة جدا، قاعة للضيوف، لإقامة المهرجانات هنا في الجامعة. ولكن الآن وبعد تحريرها انظروا ماذا عثرنا بعد ميليشيا الحوثي والمخلوع، وها نحن اليوم في هذه الأيام ونحن موعودون باختبارات، عبرنا إلى هنا ووجدنا هذا الدمار بعد ميليشيا المخلوع والحوثي. آخر درس حقنا هذا. Yeah.